انت تعرف كده تعرف ليه اجلس لك عساك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد أول حاجة أخو أشكر لأخينا اللي تكلم قدامي عبد الوهاب ومحمد عبد الوهاب مش وده نموذج أخواننا لكثير من النماذج من الناس اللي كانوا خادعينهم الصوفية، والحمد لله سبحانه وتعالى وبفضله عز وجل وحده لا شريك له ربنا نور بصيرته. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى ينور بصيرة كل من هو مخدوع بالصوفية ويعلم علم نافع ويرزق الهداية، لأنه الآن المنهج اللي بيدعو له الصوفية ده منهج بتاع ضياع. والله أكلمك النصيحة، ده منهج ضياع. يعني أول ما اقتنعت بهذا الفكر الصوفي وبالعقائد الصوفية أنت ضعته. ليه؟ أنا قلت ليه ضعته؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والصوفية أول حاجة يعلموك ليه تنادي الشيخ في الشدائد. ده ضياع ولا ما ضياع؟ بس فهم بسيط جدا. عشان كده جزاه الله خير أخونا محمد ده فهم تمام وعرف انه هو كان ضايع وقته، كان زمان مبارز شيوخ وبيعتقد فيهم. والله ده اكبر ضياع. لكن اللي بيعلم الناس منو؟ انت ده يتكلم الناس كلام زي ده؟ انه طلق واحد يا مولانا ما تنبذ الاولياء. بس ننبذهم منو؟ نبذ الاولياء منو ذاته؟ وينهم الاولياء ذاتهم؟ اساسا لك بالله زول بيقول لك اندهني وقت الشدايد ده ولي صالح؟ يقول لك ادعوني انا. وزول يقول لك نحن اللي بننفع وبنضر ونحن الماسكين البلد دي في يدنا. يقول لك نحن الكون ماسكينه كده. ده بتاع الختميه من اكبر الطرق في السودان. قال الكون اعلاه اسفله في طي غبضتنا. ده ولي صالح هسه؟ والصلاح ده كيف؟ قال ان كنت في هم وغم فنادني نادينا انا. قال يعني لما تحصل لك هم ما تقول يا الله تشيل مني الهم، لا، عند الصوفيه تقول يا المرغني قال اتيك بسرعتي. سرعه يا كذاب يا مجرم. عشان كده ناس كثير الليله مخدوعه بالتصوف، وحلقتنا دي وغيرها من الحلقات العلمية والمحاضرات في الموضوع ده في ناس كتار بيزعلوا منا، بيزعلوا منا زعل شديد، والواحد تلقاه محروق. انا ده عارف انت زعلان ليه. نحن عملنا شنو يعني غلط؟ الغلط اللي عملناه شنو؟ نحن قلنا لك الله في القرآن قال لك ناديني براي. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ربنا في القرآن يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ربنا يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله ما قال نادوا غيري. في ايه يا اخوانا الله قال نادوا فلان، نادوا الساده، نادوا الاولياء، نادوا القوم، نادوا اهل الله. في ايه زي دي؟ ما في أخ، ما في أخي. ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن كنت في شك من ديني، قل إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وين في القرآن قال لك نادي البراعي ولا نادي صائم ديما ولا نادي وتحسونا؟ وين ده في القرآن؟ في ابدا ما في. طيب انت يا صوفي زعلان ليه من كلامنا ده؟ مش احنا بنقول لك كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي في القران ربنا قال عنه قال له قل لهم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغيبه
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الآن أنا ما بملك لرقبتي دي نفع ولا ضر. تجاي تأسى تقول لي شيخنا ده ماسك الكون كده يا ناس، دي مش لعبة، دي ده لعب، لعب بالدين. وجماعة مصدقينه واحد تلقى زعلان ويا زرسك ما تزعل. كلامنا ده احنا كلام مبني على أدلة من الكتاب والسنة، أدلة واضحة. أي زول عندك في راسك خطي في راسك إنه زول على الحق، قول له تعال ناقشنا بالأدلة. أنا ما عندي مشكلة بناقش أي زول، بس قول له تعال. أنت مش عندك شيخ بينفع وضره كده زي بتاع التلفزيون ده اسمه محمد المنتصر، ده قال زول دجال كبير، قال لا بجوز تقول للشيخ نظرة ومدد وعدد ويا فلان ويا السادة، قال بجوز ده كله. تعال شوف الدليل بتاعه شنو، عشان تعرف الناس زي ما فاهمين كلكم. قال الدليل، قال تعالى في سورة الحديد يوم يقول المنافقون، كده ركز معايا في الآية عشان تعرف الزول ما بيفهم. ده انت عارف البلاده، ممكن تقول لك ده بليد الزول، البلاده ذاته بتقول لك الزول بليد. قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قال ده الدليل على نظرة، لما عندهم هم الصوفية يقول لك نظرة. انت قال الصوفية يقولوا نظرة ليه؟ انت فاهم نظرة دي معناها شنو؟ نظرة دي اصلا مبنية على عقيدة عند الصوفية. العقيدة دي بتلقاها في كتاب زهير الرياض بتاع السمانية الصفحة 132. قال من رآني او رأى من رآني، في رواية الى ثلاثة وفي رواية الى سبعة لم يحرك بالنار. وقال العقيدة دي محمد عثمان بتاع المرغنية المرغني، قال في كتاب اسمه الرسائل المرغنية الصفحة 110، قال من رآني او رأى من رآني دخل الجنة. عشان كده الصوفية بقول لك شنو؟ بقول لك نظرة، يعني خلينا نشوفك نظرة، شفناك خلاص خشينا الجنة. فهمت؟ ده جا داير يجيب لها دليل، قال من القرآن، قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قال دي نظرة في القرآن. تقول نظرة نظرة يا أبو يا الشيخ، مدد عدد الحقونا. أسا هنا في مدد ولا عدد ولا الحق في الآية دي؟ في، عشان تعرف الكذب. وزول ما بيفهم يا ناس. الآية معناها ربنا قال لك يوم القيامة المؤمن بيجي عنده نور، صح؟ عنده نور المؤمن، والمنافق ما عنده نور. يوم يقول المنافقون، المنافق بيقول للمؤمن انظرونا، يعني انتظرونا، انتظروا اصبروا لينا، نقتبس من نوركم، يعني نستضيء بالنور بتاع المؤمن، يعني نمشي بالنور بتاعكم. قيل ارجعوا وراءكم، يعني ارجعوا تاني. النور ما بيجيبوا يوم القيامة، النور بيجيبوا من الدنيا بالعمل الصالح. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ده معنى الآية. ده جاء طلع عليك قال نظرة ومدد وعدد والحقونا. معقول الآية دي فيها كلام زي ده؟ بلاش كلام فارغ. ويا اخواننا الشل البزعلك بجد بجد، الشل بزعلك لما تلقى زول زي ده بيتكلم في التلفزيون القومي بتاعنا، وبيتكلم في اذاعات، وبيتكلم في تلفزيون النيل الازرق، وفي قناه ام درمان، وزول جاهل ما يعرف يقرا القران، زول جاهل ما يعرف يقرا السنه، ما يا اخي الاحكام الشرعيه ما بيعرفها. مره انا بس قدرا كده كويس سمعت ليله وفتوى سالوا، اتخيل معايا الفتوى غرابتها دي، بس قدرا كده سمعتها. سالوا قال له الطيور حلال ولا ايش اللي بيطير في الهواء، الطيور دي كلها حلال ولا حرام؟ قال اي شيء بيطير
فوق الهواء ده في الجو، اي شيء بطير في الجو ده قال حلال، اي شيء طاير قال حلال. ده اول حاجه يدل على جهله. ويا اخوانا دي فتوى ممكن يفتيها زول يجيبوها في التلفزيون، اي طير حلال؟ ها الحدا او نحن بنسمينا بعاميتنا بيسموه الصقر ده حلال؟ ها العقاب حلال؟ الغراب حلال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا لا يحل كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير. الطائر الآكلة اللحوم دي اللي عندها مخالب دي حرام، ده بنجر من راسه قاعد في التلفزيون يخط له مويه قدامه شغال يكضب، ده حلال ده حرام ده حلال ده حرام. يا أخي مرة جاب لي حديث، حديث في البخاري قال وهذا الحديث موضوع، يعني في البخاري موضوع؟ أعوذ بالله. عشان كده أنا بكلمك، شفت الجماعة اللي بيجوا بجاي ديل بيشتغلوا يوم شنو أنا ما عارف، مش يوم الخميس؟ أوعك تسمع لهم، أوعك تسمع، لأنه ده بجيب لك حديث أنت ما عارف حاجة. طوال يقول لك قال رسول الله وحبيبنا النبي قال صلوا على النبي. أها طبعا داري غشكوا، صلى على النبي ما في مشكلة من العبادات، لكن داري غشك صلوا على النبي سيدوا صلاة صلوا على الحبيب، داري يدوك فيك مقلب. خلت بالك انت دوار تشتغل اللهم صل وسلم على محمد، بيصلي على الرسول وهو جاهز في المقلب داري ورطك ويقول لك نبينا محمد حكى لنا الحديث عن آدم عليه السلام. دي كذبة طبعا، خلي بالك معي دي كذبة. آدم عليه السلام عاين في العرش فوق لقى مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال اللهم إني أسألك بمحمد ألا غفرت لي. كويس، يجيب لك حديث زي ده انت ما عارف الحديث ده جابه من وين، كرعين وينين ما عارفه انت، فهمتني؟ طوالي حتخد في بالك انه ايوه انا الجماعة ديلك سمعتهم يوم السبت لما قالوا ما بجوز دعاء غير الله، كلام ده ما صحيح لانه في حديث بيجاي جابه ديل اذا بجوز ندعو غير الله، انت ما عارف الحديث ده لقطه زول من وين، فهمتني؟ الحديث ده موضوع، موضوع حديد، يعني موضوع يعني شنو؟ بالدارج كده منجور منجور يعني جرو ساي، فهمتني؟ ومن رواية واحد اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وده كذاب. كويس، زيد على ذلك القرآن بيشهد على إنه الحديث ده مكذوب في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الكلمات اللي قالها آدم شنو؟ أرجع هناك سورة الأعراف، ربنا سبحانه وتعالى حكى عن آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دي الكلمات اللي قالها آدم عليه السلام. يجي ده ينجر لك حديث يخالف ده القرآن، ها يناقض ده القرآن وهو جابه من راسه، ده الرسول ما قاله انه توسل بآدم وانا بتوسل بآدم وكده، فهمت كلامي؟ عشان كده يا اخواننا ناس كثيره مخدوعه بالصوفيه، وانت لابد تحذر السماع ما تسمع لهم. يعني جد جدك شغال لاميل حيران ونوبه وكشكوش، فهمت؟ ولابس سجن لابيه طويله كره في الواطه، يا غس عليك الله ده دين؟ انت غس عين لمين مسهره؟ مين مسهره كده ده؟ هل ده مسهر تدين؟ ده مسهر بتاع دين؟ زي مصهر بتاع زول داعية بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا لا اللي بيحب له فنان، بس فنان تلقى حالك زيه بكره، صح ولا ما صح؟ اللي بيحب له رقاصة تلقى لي بالزيات زي الرقاصة، صح؟ يا اخوانا زول بيحب الرسول ما بيشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفهم كذابين ومجارمة. ده التماسيح دار ياكلوا باسم محبة النبي، دار ياكل بس. يا خلينا لو سألته أبسط زول، ممكن في ناس كتار الواحد ربنا ما وفقه ما عمل لحية، الله ما وفقه، لكن ما بنكير. ولو سألته قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيف؟ كان عامل سكسوكة كده جاريدة كلها برا ما في؟ أسأل أي زول خليه يقول لك الرسول ما عنده لحية، ما بيقدر، ما بيقدر واحد منهم يقول كده. حتى الناس من المسلمين اللي ربنا ما وفقهم وطبقوا هذا الواجب بيقول لك يا أخي والله أنا عارف لكن الله يهدينا، صح؟
ده عامل فيها داعي وعامل فيها مولانا كارد لحيته تشل برا، ويجي يقول لك نحن بنحب الرسول. والله كذاب كذاب. لو تحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان عملت زيه، كان شبهت به، عامل له حتيته هيني صغيرونه وجاي لابته جرب الواطه ولابس يده لقانا خضر وشايل سبحه ليه قريب الواطه. السبحه دي الرسول كان شايلها؟ تعال اثبت لي. اتحدى اكبر صوفي وحتى الجماعه الملكلكين ذاته اللي عاملين فيها سلافين ديرك، واحد يقول لك لا ما في حاجه ولا انا ما في حاجه ما في حاجه. الرسول كان شايله؟ تعال اثبت لي ان الرسول كان شايل سبحه. انت بتفهم الدين اكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا السبحه دي حاجه صناعه جديده زمن الرسول كانت ما في؟ كانت ما في يعني؟ لا لوب ما في؟ لا لوب راقد يا زول. نبق ما في؟ نبق فيه. خيط ما في؟ يقدوا النبقه ويسووا لها لوب طوايف، شفتها؟ بدوا يسووا لهم سبحه. كان يسويها؟ ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، اذا ما دين. ما تقول لي اجاز فلان واجاز بتاع شنو؟ اجاز بتاع، احنا عندنا الرسول هو القدوه عليه الصلاه والسلام. ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. القدوه بالنبي عليه الصلاه والسلام. ده يجيك بقى جاي ملخبط، شفت شغلته كلها ملخبطه، شكله ما بيشبه الرسول صلى الله عليه وسلم، دينه ما زي دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذب، ودينه كله شركيات وخرافات ومدايح باطله، ويجي يقول لي احنا بنمدح في الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول لك احمد يا حبيبي سلام عليك، يا مسكي وطيبي سلام عليك، يا كاشف الكروب سلام عليك، يا غافر الذنوب سلام عليك. الكلام ده بجوز؟ غافر الذنوب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غافر الذنوب الله؟ ربنا سبحانه وتعالى قال حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنوب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما غافر الذنوب. الرسول أعظم زول خلقه الله وأعظم خلق الله وأحب الناس إلى الله، كويس، لكن ما غافر الذنوب وما كاشف الكروب. وأحب زول لك أنت الواجب عليك، أحب زول تحبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو حبيت زول أكثر من الرسول أنت إيمانك فيه خلل. لو حبيت زول أكثر من الرسول ولو مرتك، الرسول أحب زول للناس لكن ما عدا ما غافر الذنوب ولا كاشف الكرب ولا بينفع وبيضر. ليه؟ ربنا قال في سورة الجن، قال قل إني دمنو ده النبي، خلي بالك، قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يا أخوانا إذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ده أرفع درجة، فوق له ما في درجة، ها، من البشر ما في درجة فوق له ثاني، أرفع زول مع ده كله، قال لك إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. معقول ثاني يجي فقير؟ فقير صوفي، صوفي بس تعمي حياته وعواليد وكده، يجي يقول لك انا احنا بننفع ونضر. انت من البخيت؟ الله يكفينا شرك، الله يكفينا شركم. يا اخي ناس مجارمه يا اخواننا، ده في جرام اكثر من كده. زول يخد رقبته مع الله يقول لك ها انا الذاكر المذكور، يعني انا البذكر والمذكوروني الاثنين، انا الشاكر المشكور، انا العاشق المعشوق، أنا السامع المسموع، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. دي مواصفة شيخ طريقة بس، شوف الشغل التقيل ده كله، ده شيخ طريقة سايدة يا ناس. ده هسه ممكن يكون ولي صالح؟ والله ده كان بقى ولي صالح تاني كافر ذاته ما في، وجهنم دي دول بيخشوا ما في، يقفلوها فاضية. إذا كان ده صالح بعد ما قال الكلام ده كله، قال وما قلت هذا القول فخرا. بعد ده كله
انا ما داري اتفاخر عليكم. طيب انت لو قلت انا الذاكر المذكور وانا الواحد الفرد وما دار تتكبر، طيب لو دار تتكبر تقول شنو يعني؟ كده افرض الزول اللي دار يتكبر علينا حيقول شنو؟ فوق لي هذه في شنو؟ فوق لي الواحد والواحد الفرد الكبير، فوق لا في شنو ثاني؟ ما في حاجه ثانيه، ما في شيء كويس. قال وما قلت هذا القول فخرا وانما اتى الاذن كيما يعرفون حقيقتي. قال وما قلته الا بعدما قيل لي قل ولا تخف فانت ولي في مقام الولايه، وقالوا يا هذا تركت صلاتك. تخيل معي زول بعد مكانته العاليه دي كلها ما بصلي. قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا اني اصلي بمكه. يعني غشك طبعا، قال لك انا من هنا بمشي بصلي في مكه. كذاب يا زول، تصلي في مكه كيف؟ انت ما شد شنو؟ هن اقعد قبلك يا زول، اقعد في الحرم وانتظار الصلاه الى الصلاه، ذلكم الرباط ذلكم الرباط، اقعد قبلك يا زول. داري غشك انت المسكين، اقول لك انا مشيت مكه تصلي وجيت راجع، وبعد شوي العصر بمشي ثاني، والعشاء وقت القاني برضه بمشي. قال واحد في طبقات الشعراني كتب وسخه، كتب بتاعت عواليد، فهمت؟ كتاب طبقات الشعراني. قال واحد شيخ اسمه الطويل، مين كده الطويل ده؟ قال اول ما يسمع النداء بيقول غطوني بالملايه. اسمع الاذان ده ما شيطان هسه؟ ده بيني وبينك ما شيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان ولو درات. ده الشيطان بيتخارج لما يأذن للصلاه. ده اول ما يأذن للصلاه قال بيقول غطوني بالملايه. الجماعه غطوا بالملايه، قال بعد شويه بيفتحوها بيلقوا ما في. ده مش هو لسه. لما ركبنا انا ده عارف غطوه بالملايه قدم يديه الدار. بعد شويه قال يجوا راجع يقول لهم انا صليت في مكه ده مش بديه معنا. كلام فارغ. ده كلام فارغ وكذب ودجل، فهمت؟ وكله ده معناه ده بيترك الصلوات، وده شغل بتاع جن بتاع الشياطين، فهمت؟ وده ذاته شياطين، فهمت كلامي؟ انا اكلمك بصراحه، انت قد تستغرب من الكلام ده، تقول احنا قبل كده بس سمعنا كلام زي ده، والصوفيه يا ناس ما بالطريقه دي، الصوفيه احباب النبي، صوفيه اوغدوا نار القران، والصوفيه ما تعرف اكلوا ناس الكسرى، دي المعلومات اللي وصلتك انت، في معلومات ثانيه ما وصلتك. في دجل، في شعوذه، في لعب العقيده، ده ما وصلك انت. عشان كده شوف اول ما تحضر حلقاتنا دي، لو حضرت حلقه واحده تغسل يدك من الصوفيه. زي ما قال لك انا كل كلامي ده في التعليق يمل على كلام اخونا عبد الوهاب، مش عبد الوهاب؟ تمام، جزاه الله خير. ده نموذج من الناس غسل يده من حاجه اسمها صوفيه. والله ما يستقيم التوحيد بتاعك الا تغسل يدك من التصوف. ده عارف شنو انت؟ يا اقول لك شيء كده خليني من مساله بطلان كلام ده من الادله من الكتاب والسنه. دي مساله بقت واضحه. بالواقع يا اخواننا والمنطق البسيط الواقع ده، ها؟ الصوفيه دي لو بينفعوا بدون والكون ده في يدهم، ها؟ وماسكين البلد دي تمام. ليه السودان ده عامل كده؟ طب يا السودان ده عامل كيف؟ مواصلات ما في، عن المحل اللي احنا قاعدين فيه؟ عن محلنا؟ هو مسخنه والناس جعانه وطلب الفول ب 8 جنيه. يا ناس 10 صح؟ احنا عندنا ما زاد لسه ب 8 لكن عمل 10 المطر ما في. يا ناس يا صوفية انتوا اصلا مدام نجاح والكون ده ماسكينه فوق يدكم وبتعملوا اي حاجه، يا اخي ظبطوا لنا امورنا دي، ظبطوا امورنا دي احنا تمام. خلونا اي واحد سوداني يكون راكب عربيه براو وعنده شقه على النيل، ها اموره رايقه وما عنده اي، ولا بنشتغل ذاته، نشتغل ليه؟ ابويا الشيخ ما قال ليه بنشتغل؟ قاعد انت في السوق علينا جاي 7000 يا علينا جاي ليه؟ مش الشيخ قاعد؟ ليه؟ انت ارفع يديك للشيخ، ها؟ ونادي الشيخ عنده كويس؟ ها؟ خليه يحل لك مشاكلك وخليه يظبط لك امورك. كمايم كواحد كذاب والتصوف كله دجل، ها؟ والشعوذه ما عنده علاقه مع الكتاب والسنه، فهمت كلامي؟ هذا اشتغل بايه زول برا؟ انا بالميكروفون ده عندي معه نظام، بس خليه انت على كده. ما ده اشتغل به، هو كلامه ده انت شيوخ ده لو بينفع بيضره كلامي انا خليه ارفع يدك لون ابويا الشيخ افتكوا الحقنا في السوق العربي خليه وشيخك مدينه شيخك كان شابنا بيقعد يجي في بلده
المساخين تنزحوا منهم. مساخين؟ شيخ ما يقدر يقابلنا، والله اتحداك. الان في بلبر شيخ طريقه من اذانه. اكبر شيخ بتاع طريقه في البلد دي، جيبه من اذانه ولا هو الشيخ تعال هنا، وقفوا هنا ده. بس شغل بالادله، انا ما ناقشه، انا ما عندي دستونه ولا بفلق بالطوب. بس بناقشه لك بالادله. انت صوفي اهي، دعاء غير الله بجوز؟ ايوه، جيب دليلك. ما بتلقى ولا نص دليل. والله لا تقدر تقول لي انت ما بتصدقني انا يعني؟ هاي ما بصدقك. ما بجوز. لان انا عندي دليل من الكتاب والسنه. كتاب وسنه يا ناس، تدري شنو ثاني؟ زول يكلمك يقول لك الله قال لك، الرسول قال ربنا في سوره النحل قال وكال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون. ثاني في شنو عليك؟ في شنو؟ ربنا قال لك والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون. الرزق ده حق الله جابوا صوفي؟ اسالك بالله يوم من الايام الرزق بتاعنا العيش ولا الزلابيه في البلد دي جاب شيخ صوفي؟ ما جاب اي حاجه، ما جاب اي شيء. وهو ذاته بياكل من رزق الله، وهو ذاته بيجي يوم من الايام الله بيقطع منه الرزق بكرسي ما بيقدروا. اقعد اجي بشحت فيه دكتور، تعالوا هناك فوق البياض. بياض؟ انت ما كنت بتدوا الرزق؟ بياض بتاع شنو؟ امشي البراد تدوا الرزق؟ انت اللي بتدفع عليهم. الشيخ ده انت غليظ كده بشنو؟ ما بالعتان حقاتكم. ما اقصد انتوا يعني عندنا هاي الناس الجهال مش ادي عطوط للشيخ. الشيخ وقت بدي الرزق بتدي عطوط لانت. لا تدي عطوط ما دام هو بدي الرزق، مفترض الشيخ يديك انت عطوط. فهمت كلامي؟ الشيخ اللي بدي المرض ذهب مش المرض بدي الشيخ الذهب. ده لو بده رزق كالطابين ما بده ولا حاجه. فهمت؟ الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ها؟ ما في زول عنده حاجه. عشان كده اللي بيعيطوا بكوركو ديل خايفين على شيوخهم وده كله ما بحلهم. وفي النهايه المنهج بتاعنا ده احنا مبني على ادله، ما بتقدر